شيل الضوافر بكل سهولة وبطريقة حلوة وبطريقة هتحافظ على ايديكي ومبتكرة جدا، محدش قال عنها في اليوتيوب. تابعي معايا الفيديو. اهلا بيكي، ازيك؟ يا رب تكوني بخير. شكرا على الدعم وعلى الكومنتات واللايكات، ويعني محتاجة ان احنا نتفاعل اكتر من كده، هيبقى حاجة جميلة. انا انت زي ما انت شفتوا قبل كده كنا ركبنا ضوافر اصطناعية باستخدام البيز بتاع اللي هو اليو في، تمام. هنعمل بقى ايه يعني زي اللي انتوا شايفينه ده، هنعمل ان احنا نشيل الضوافر بطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي كويسة مبتكرة، محدش اتكلم عنها قبل كده، ويعني حاجة كويسة لو حد اتكلم عنها بعد كده وجربها وجربوها وهتنجح معاكم جدا كتير جدا. مثلا نكون في فرح ركبنا ضوافر وبيحصل ان احنا ندمنا، عايزين نصلي، عايزين نشيل الضوافر، متضايقين منه، عايزين نجدد اللون. انا غالبا هريح ضوافري شوية. هتجيبي مية سخنة وتتحملها ايديكي، وهتجيبي ملح بس لا مش بس، لسه اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، هتلاقوا حاجات جديده كتيره وهتلاقوا تريكات كتيره. طبعا الميه انا جبت ميه مغليه ويستحسن من الفلتر، وحطيت عليها اسيتون من ال كويس شويه، في فيتامين اي، ممكن تستخدمي اي اسيتون، تمام. وسيبك من الطريقه بتاعه الصابون دي، انت هتنقعي بشرتك بشره ايديكي في صابون ليه؟ حطيت حاجه بسيطه من الاسيتون، وبعد كده حطيت ملح، والمية بتغلي حطيت عليها مية باردة عادية جدا من الحنفية من الفلتر. يعني اللي انتوا شايفينه جنبكم ده هعلم لكم بالسهم عليه، اللي هو السنايل كاندي ده، حاجة كده للعناية بالايدين، هنعملها مع بعض قبل ما نركب الضوافر وقبل ما اعمل اللي هو البتاع اللي انتوا شايفينه ده، برضو هعلم لكم بالسهم عليه. المشكلة انا سجلت الفيديو واتفاجئت ان المايك مش شغال، وعدت الفيديو من اول وجديد. شوفوا انا هنا ايديا بتتنطط. البتاع البامبي ده حلو جدا ان هو يعمل تفتيح للايدين، واللي فوقيه ده اللي هو النيل اويل اللي احنا هنحطه بعد كده. بصوا انا بتنطط، يعني كان في اصلا في ضفر، تلاحظوا ان هو في يعني في تحسوا ايه، تحسوا في لون، كنت بعمل ماسك تقريبا او كنت بعمل حاجه فيها لون، فاللون لزق او الحاجه دي دخلت ما بين ضوافري، فقلت اشيلها بقى وارجع ضوافري زي ما هي كده، يعني حلوه كده. وحاولي دوبي من الملح، حاولي كتري الملح. الملح ايه فايدته؟ الملح اصلا هيعمل لك تجديد لخلايا بشرتك او بشره ايديكي اصلا، فمش هيبقى مضر على ايديكي، كانك بتعملي سبا كده لايديكي، هتبقى حاجه جميله قوي. والملح هيساعد ان هو، عايز اقول لكم اصلا الملح، انت لو لزقتي ضوافرك بامير، انا لزقها بالبيز عادي، البيز بتاع الضوافر ده هتشوفوه في قائمه التشغيل بتاعه العنايه بالاظافر، فيها في حاجات كتيره للبشره وللشعر وللميك اب وحاجات كتيره قوي. هتلاقي الملح ده، عايز اقول لكم اللي انا بقول لكم عليه ده البيبي كاندي او الكاندي سكراب، عشان تعملي سكراب لايديكي. سكراب السكر ريحته حلوه، طعمه حلو، ما بيتاكلش بس هو تحسي انك عايزه تاكليه. واحده واحده كده اهو، شايفين يعني بتزق الضافر، لازم يكون معاكي الزقاقه بتاعه الضافر او المبرد العادي اللي بيتجاب من اي صيدليه. وانا برضو هاخد المبرد التاني عشان اشيل بواقي الجلو او بواقي البيز اللي انا حطيته على الضافر، تمام. وحاولي كده على قد ما تقدري ايه، يحط ايديكي، حطي صوابعك، على قد ما تتحملي. طبعا انا عايزه اشكركم جدا على الدعم وعلى الكومنتات اللي انتوا بتعملوها والكلام الايجابي اللي انتوا بتقولوه واللايكات والحاجات الجميله دي، في انتظار المزيد وفي انتظار المزيد من اسئلتكم. واللي عايزه تسالني عن حاجه بشكل شخصي تتواصل معايا على اللينكات اللي موجوده في صندوق الوصف، بتضغطي على عنوان يظهر لك اللينك، بتعملي عرض المزيد بيظهر لك اللينك بتاع الواتس، بتبعتي لي مشكله شعرك بشرتك على حسب حالتك وعلى حسب اللايف ستايل بتاعك، بظبط لك منتج على تفصيلك، بيكون منتج كويس وبتابع معاكي تجربته وريفيوهاته وكل حاجه. واحنا هنا بنقدم على القناه حاجات كتيره ليها علاقه بالنصايح بتاعه التجميل او كل حاجه تهم الستات عموما، فاتمنى الفيديو يعني يكون يفيدكم. وطبعا انا دايما كده غالبا لما بشوف فيديو يفيدني بعمل ايه، بعمل له لايك. انا ممكن بعمل لايك اصلا من قبل ما اشوف الفيديو، ببقى عارفه ان الشخص ده هيقول كلام زي الفل يعني، فبعمل له لايك، وممكن اترك له كومنت ايجابي او اترك له سؤال، ده بيساعد في ظهور المحتوى، بيساعد ان التعب اللي عمله الشخص ده والمجهود اللي عمله الشخص ده يعني بيلاقي مقابل كويس ليه.
اليوتيوب فلوسه ما اعتقدش انها كتيره، يعني اللي هي يعني مرتب اي حد في الدنيا حتى الموظف حكومي ممكن يكون اعلى من مرتب اليوتيوب، بس هي الفكره ان اليوتيوب شغف، وانا بشجعك جدا انك لو عندك اي نوع من انواع الشغف اشتغل على اليوتيوب، لكن يعني لو دخل عشان الربح لا، ما تفكريش خالص ان انت تكوني في اليوتيوب، لان هو الربح فيه مش الدرجة الكبيرة. عن تجربة يعني، انا كان عندي قناة قبل كده 30,000 متابع، وكانت تجربة الربح حاجة بسيطة يعني زي هدايا كده بسيطة، يعني حاجات بسيطة، لكن اللي هيخليك تستمري هو الشغف. انا ليه ما استمرتش على القناة اللي فاتت؟ زي ما قلت لكم في الفيديوهات قبل كده، القناة اللي فاتت حد طمع فيها وسرقها والريتش وقع من عليها، فمعرفتش يعني بتوع التقنيات نصحوني ان انا ابتدي من الصفر. معرفش ان انتم بتشوفوا الفيديو ده انا كام الف متابع او كام متابع لسه، فيعني اتمنى يكون عدد كبير من المتابعين. ده شغف بالنسبة لي، وشغف بالنسبة لي اني اتواصل مع البنات واوصف لهم الحاجة اللي مناسبة ليهم ومناسبة لستايل حياتهم وتفيدهم، هيكون ده بيفرق جدا جدا اصلا في كل حاجة في حياتك. اهتمامك بجمالك واهتمامك بشكلك بيفرق جدا في نفسيتك، وبيفرق جدا في حياتك اصلا عموما. وحاولي على قد ما تقدري ما تسترخصيش في الحاجات، وما تدوريش على ارخص غسول وارخص كريم. انا عارفة ان كلنا حالتنا المادية مش احسن حاجة، لكن لو حوشنا عشان نجيب حاجة كويسة هيبقى حاجة كويسة لشعرنا ولبشرتنا على قد ما نقدر. يعني في حاجات بنستخدمها رخيصة وحاجات بنستخدمها لازم تكون بكواليتي عالية، والكواليتي العالية او الجودة العالية غالبا بتكون موجودة في الحاجات اللي سعرها يمكن شوية اعلى، علشان الاستيراد، علشان اي ظروف يعني، او عشان مثلا اللي صنعها ده حد كبير جدا، الله اعلم يعني، مفيش مشكلة. فطبعا انا هنا بحاول احط ايديا في المايه السخنه، المايه صعبه بجد، بس اللي مهون بقى صعوبتها دي الاسيتون، مبردها شويه، بحاول اشيل الضفر. بتحاولي تزقيه كده يعني، بصي حاولي تحملي، مش حاجه اسمها ضفر يعني في ناس كانوا يقولوا لي الضفر بيطلع من اللحم او الضفر هيطلع باللحم لما انت تركبيه، لا خالص على فكره، مفيش. هو في حاجه اسمها كيوتيكل او طبقه حمايه اصلا بتبقى على ضوافرك، وعشان كده بنصحك تعملي الكلام ده لنفسك في البيت، وتسالي عن الادوات واليو في والحاجات دي، واعملي لنفسك في البيت او اعملي مشروع، بس اعمليه بشكل احترافي، وتعلمي على النت، وتعلمي حاجات كتير، اتعلمي مني، اتعلمي من القنوات التانية، اعملي لنفسك، لان هو غالبا في بعض البيوتي سنتر بيعملوه بشكل وحش جدا، وبيشيلوا طبقه كبيره جدا من الخلايا او الطبقه المغذيه للضافر نفسها او اللي بتحمي الضافر، فبيبقى الضافر متهربت بصراحه. قولوا لي رايكم في البتاعه بتاعت الملاحه دي، كنت جايبها من كارفور اسكندريه زمان بقى، ايام ما كنت بجهز لنفسي كنت جايبها من كارفور اسكندريه. اتفاجئت بعد ما صورت الفيديو ده ان هو يعني عدى كتير جدا، يعني صورت تقريبا انا عملت الكلام ده في تلت ساعة بس، كنت بفصل وبرجع لكم تاني. اتفاجئت ان انا بعد ما كل ده صورته في الاخر لقيت ان الصوت اصلا المايك مش متركب صح، وده حصل لي مرتين تلاتة. ده بيحصل لي غالبا لما بسجل بالكاميرا الخلفية مش الامامية، الكاميرا الامامية بقى ببقى شايفة نفسي، ببقى عارفة شايفة الدنيا رايحة فين منين على فين. فقولولي رأيكم ايه. يعني زي ما انت شفتوا في اول الفيديو، احنا عرفنا نشيل الضوافر بكل سهولة. هجيب لكم النتيجة النهائية وهعمل ايه بعد كده، وهتشوفوا هعمل ايه بالنيل او الضوافر نيل اويل. وكنت بقول كلام في الفيديو ده عشان خاطري بليز ابعدي عن الوصفات، وابعدي عن الناس اللي بتقولك اعملي تنت في البيت براحتك، انا مش هجبرك على حاجة، لكن انت ممكن تعملي تنت في البيت، وممكن تعملي مجموعة زيوت للضوافر في البيت بنسب غلط تضرك اكتر ما هي تنفعك. ادي العيش لخبازه زي ما بيقولوا، لو اكل نصه مفيش مشكلة بس عشان ما يضركيش. لكن الفكرة كلها انتي عايزة تعملي مثلا تنت، اتعلمي في شركة مستحضرات تجميل، اتعلمي من دكتور، اتعلمي الطريقة الصح والمواد الحافظة وازاي تعقمي الازازة قبل ما تحطي الحاجة دي. اكيد شركات التجميل ما بتبيعش الحاجات دي بالتغليف بالسعر ده، غير لو هي تعبان على المنتج، تعبت على المنتج من الصلاحية، من مواد حافظة، من تصنيع، من خامات، من خامات ليها جودة عالية، من تقفيل للمنتج، من تعقيم للزجاجات والامور دي كلها، من الشحن، من الحاجات دي. فبلاش نقفل على بعض بليز، زي الاستاذه اللي بتقول انها دكتوره دي، بتقول لك اعملي بوتوكس في البيت واعملي فرد لشعرك وتحسين لشكل شعرك باللانولين، الله يسامحك باللانولين، كان الخروف نفع نفسه، كان الخروف نفع نفسه، اللانولين ايه اللي بيفرد الشعر منك لله، الله يسامحك.
مش عايزه اتكلم عنها كتير ولا اديها اكتر من حقها، هي ما تستاهلش خالص ان انا اتكلم عنها اساسا، لان هي اصلا دايما بتشتم الناس وبتشتم المتابعين واسلوبها وحش جدا، وفاكره نفسها فخوره بحجابها. انا مش محجبه، لكن الحمد لله ربنا يعني بحاول احافظ على اخلاقي مع الناس، وهي محجبه لكن مع الوقت مع اخلاقها، وكانت بتطلع تضرب الشبشب الناس وتعمل انها تمسك الشبشب كده وتضربه. ما اعرفش كده ساعات بتعمل حاجات غبيه كده، وتشتم في المصريين وتشتم في الرئيس. اهي الضوافر بعد ما طلعت كلها، هي دي النتيجه. كانت بتشتم في الرئيس وحاجات مش كويسه كده، انا ما كنتش بحب ان انا اتابعها بصراحه، وكنت بشوفها بتخدع الناس. وعايزه اقول لكم كانت بتقول من محتواها يعني ان هي هدفها كله ان هي تدمر شركات التجميل وتدمر الناس اللي بتبيع والتارجت. هو البيع صعب يا جماعه، وانتم مش بتنزلوا المول وبتشتروا حاجات، مش بتروحوا كارفور وبتروحوا تشتروا السوبر ماركت والصيدليه حاجات، بتيجوا ليه على شركات التجميل الغلبانه اللي زي حالاتنا كده؟ احنا مش غلابه يعني، احنا كويسين. انا بحب احط اهو النيل اويل، هيعجبكم جدا لو طلبتوه من الشركه، من صندوق الوصف في تضغطي على العنوان هتلاقي لينك التواصل على طول، ازاي تشتريه ويوصلك وبكام والكلام ده كله. بكام دي مع الحسابات؟ مش معايا خالص. ممكن الحسابات ترد عليكي في الكومنتات. طيب الله يسامحها، انت ما تعرفيش ده، انت ما تقدريش تاخدي رزق حد، ما تعرفيش ده رزق مين. انت بتقفلي على شركات التجميل ان هم بيقيم هم بيستغلوا الناس. لا مش بيستغلوا الناس، ده بيبيعوا لهم حاجات محترمه وحاجات تفيدهم، ومن ريفيوهات الناس يعني الحمد لله، من استمراريتنا كمان. انا نفسي بجرب الحاجات، يعني انا مش هجرب حاجه تضرني، يعني بجرب حاجات قدامكم بطلع بنفسي. عايزه تقفلي بقى على شركات التجميل، وتقفلي رزق مندوب الشحن، وتقفلي رزق المحاسب والكلام ده كله. عمرك ما هتعملي كده، ولو عملتي كده هيبقى يعني حسب الله ونعم الوكيل فيكي، وان شاء الله يعني اكيد مش هتعملي كده، لان احنا هيكون عندنا سعي اكتر من ان احنا ندمر غيرنا. احنا عايزين نصلح مش عايزين ندمر، احنا بنسعى للتصليح مش للتدمير. فالله يسامحها، والله يسامحها. وبليز انا كنت بقول الكلام ده عشان الوصفات والحاجات الخلطات والحاجات هي بتقول لكم اعملوا كريم السلسليك اسيد لتفتيح البشره في البيت، ما تضمنيش ان انت تعمليه بشكل صح، لازم تاخدي كورس محترم على الاقل، يكون عندك المعلومات الكافيه على مواد الحافظه. انت ممكن تدمري بشرتك بالامور دي كلها، وممكن حتى بسبب غلطه في تعقيم العلبه يعني تدمري نفسك بس. فهي دي النتيجة الحلوين وبس كده.